حقوق الإنسان. شوفوا تونس هي حققت أرقام في المشاريع الاقتصادية، حسنات المؤشرات ديالها إلى آخره، والفرق يعني بدا كيبان حسب هذيك الأرقام، بدا كيبان بأنه غادي يتسع، بل حتى أنه إذا تذكرتوا قبل الربيع العربي حتى مصر ولات نموذج، مبارك، استثمارات في مصر، عدد السياح، حركة الطبقات الوسطى كتوسع، الرأسمال إلى آخره، حتى هي كانت. وبالتالي بحال كوريا الجنوبية، كندا تا هو وراء هادشي كامل، بحال كوريا الجنوبية، بحال سنغافور، وفهم السياسة ديك لا سنغافوريزاسيون، لا سنغافوريزاسيون، عندهم السلطة اللي هي مستبدة، والاقتصاد كيتمشى، والأمور غادية مزيان، حنا خصنا نوصلوا لهادي، ويمكن من بعد تكون الديمقراطية. كان هاد فهاد السيناريو الثالث كان هو هذا السيناريو، انه تكون فعاليه وانجازات وتحكم في سير الاشياء الى اخره، و وبالتالي فيه ضبط الامور وانجازات وتراكمات وتقدم. ولكن الواقع ما كانش هو هذا، لانه هذا السيناريو الثالث ما كانش هو اللي كان كيبان فرض نفسه. اللي فرض نفسه في الواقع هو السيناريو الرابع، اللي هو ماشي تراجع او ستاتيكو، جمود هذا، ولا يعني ابتعاد عن التغيير، ماشي انتقال ديمقراطي، ماشي التحكم، القدرة على التحكم وإعطاء الأجوبة المناسبة في الوقت المناسب بإنجازات وتراكمات، ولكن تدبير اللي فيه بعض الإنجازات، ولكن فيه كذلك أخطاء، ترددات، تأخرات في بعض وبثمنها، وبالتالي تدبير اللي لا يتحكم تماما في الامور، وفي اشكالات كبيره وتطلعات ديال الناس وانتظارات اللي ما عندهاش اجوبه. وبان بان هذا هو السيناريو اللي غلب، ماشي فقط في مصر وفي تونس، بل بحال كذلك بلدان بحال المغرب وبلدان أخرى. الآن بالنسبة لهاد السمات، بعض السمات اللي برزت في هاد الكلمة، إلى أين نسير؟ كيبقى الجواب أكثر تعقيد، أكثر صعوبة، ولكن عندنا جوج ديال الامكانيات، عملية الاستشراف على اساس ما يسمى، عند الناس اللي كيشتغلوا في الاستشراف على اساس الحدس المنطقي، نظرا للعوامل الداخلية، نظرا للعوامل الخارجية، نظرا لعدة معطيات بما فيها اداء الفاعلين، السياسات العمومية، أداء المؤسسات المركزية، برلمان، الحكومة إلى آخره، وبالتفاصيل، على أساس الحدس المنطقي يمكن تغليب جوج ديال التوجهات. الأول أنه غادي يبقى هاد السيناريو الرابع، فعالية محدودة في التدبير، لأن هناك صعوبات، هناك كذلك ترددات اللي تكلمت عليها في البداية، هناك عدم تجانس الحقل، أجيال مختلفة الآن، هموم مختلفة
تتفاعل داخل الحقل السياسي، وغيبقى التدبير بهذا الشكل فيه مرة تقدم ولكن كذلك بقوة، حاضر الإخفاق وحاضر التردد وحاضر. ومن جهة أخرى التطلع للطبقة السياسية اللي هو أنه في نهاية هذه الولاية من هنا لنهاية الولاية التشريعية وعبر النقاش العمومي اللي كاين، أنه تكتمل الصورة وتوضح ملامح النظام، ويمكن يكون تقدم في اتجاه المزيد من الطبيعة الديمقراطية ديال البناء الشمولي اللي نتفائلوا في الوقت المتشائم كيربطهم ما بين جوج، غادي يكون هذا الشيء بجوج مخلط. دونك في هاد الثلاث سنوات اللي جاية اللي أمامنا يمكن غادي نوجدوا نفسنا في شي وضعية، شي تطور اللي كيمزج ما بين هاد الجانبين، أنه بصعوبة وبتناقضات وأخذ ورد مد وزجر إلى آخره، ولكن في نهاية ثلاث سنين المقبلة يمكن المجتمع المغربي يمكن يوصل لشي صورة أكثر وضوحا. هذا هو